أربيتك مالها سريعه قوي كده ليه؟ انت بتهزري في واحد هيتقتل؟ ايه؟ يتقتل مين ده؟ ده سوق. ده سوق ايه؟ يتقتل ليه وازاي؟ ماني قلفت في السيناريو الهباب دي. ها. ان الراجل بعد ما بيعمل له متفجرات بيجي مجدي ويدخل عليه. ها وبعدين؟ عشان تبان انها انتحار. وليه ده كله؟ عشان البوليس ما توصلش اللي عمل الجنابل وبكده ما يعرفش مصدرها ويقدر سمير ولا مجدي يكمل الاخر. ده انت مخك تخين قوي. ده انت طلعت مؤلف دموي بشكل. ايه ده؟ مفيش اسانسير؟ كويس اللي فيه سلالم. اطلعي اطلعي. ظهر ما فيش حد هنا. اركبي برضه هتبلغ؟ ايوه تاكسي.
ادخل. كلامك طلع مظبوط، احنا فعلا وجدنا جثه المنتحر. واكد لساتك انه اتقتل؟ اتقتل؟ اللي يؤكد ده تقرير الطبيب الشرعي. خليك قاعد. عموما التقرير المبدئي مش هيتاخر كتير. قول لي بقى يا استاذ رنا، انت اطلب لك قهوه؟ الف شكر. ايه اللي وداك مكان الجريمه بعد وقوع الحادث؟ وايه اللي خلاك تعتقد ان تسوقي مات مقتول مش منتحر؟ ثم ايه حكايه البنت سوسن الصحفيه دي؟ أنسة سوسن عبد السلام. أفندم. المقدم شاوي، مباحث الجنائي. أهلا أفندم. لو سمحتي، عايزينك في المدرية. أنا؟ ليه؟ لو سمحتي، من غير شوشرة. أوي حاضر، تحت أمرك. حدوته غريبة فعلا، بس دي يا دوبك اشوفها في السينما علشان اصدقها. لكن تتحول لواقع؟ اسف، لا العقل ولا المنطق يقبلها. يا فندم لازم تصدقني، ضروري تصدقني، ارجوك تصدقني. خليك قاعد ومن غير انفعال، انا ما بحبش العصبية. حاضر. ما تنساش ان انا راجل شرطة ويلزمني الدليل. عندك دليل؟ كل اللي حكيته لساتك ده مش دليل، دي حاجة واضحة زي الشمس. ادخل. صحفية معايا. خليها تدخل يا شباب. يا ما انت كريم يا رب. الحمد لله. نهارك سعيد يا فندم. اهلا وسهلا، اتفضلي. الحمد لله انك جيتي. احكي له بقى على اللي حصل، لانه مش مصدقني، قول. استاذ رامي. انا هنا اللي بوجه الاسئله. اسف. اتفضل سيادتك اسالها. اسال. تعرف الاستاذ ده؟ لا يا فندم. ها؟ ولا عمرك شفتيه قبل كده؟ لا يا فندم، عمري ما شفته قبل كده. ها؟ كنت معاه ساعة اكتشاف الحادث؟ حادثة ايه يا فندم؟ انتحار دسوقي خليل في المانيا. افتكر وحياة ابوك، ما تودناش في داهية. دسوقي، دسوقي. يا فندم، انا كنت موجوده هناك، بس كنت لوحدي بصفتي المهنيه صحفيه وبتغطي خبر. سوسن، انت بتقولي ايه؟ ايه سوسن دي؟ من فضلك يا استاذ تحترم نفسك. يا صنع زوخي، انت عايزه تجنني. هو ايه يا فندم الموضوع بالظبط؟ الاستاذ رامي استشهد بيكي، فاضطرينا نطلبك. طيب ممكن انا استاذن بعد اذن حضرتك، لان ورايا شغل كتير قوي في المجال. مع السلامه. شكرا. سلام عليكم. انا لسه سوسن. يا ريت لو عرفت حاجه بخصوص الحادث تتصلي بيا. قوي تحت امرك. امشي. اتفضلي. سلام عليكم. واسفين لازعاج حضرتك. تمشي ازاي؟ والله العظيم ده انا كنت بعتها اتمجدك. يعني انت لسه مصر ان تسوقي اتقتل؟ ايوه. وان هو ما انتحرش؟ ايوه. وانا كنت موجود في مكان الحادث. ايوه. وكنت عارف ان الجريمه هتحصل من قبل ما تحصل. ايوه يا بيه. ايوه 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 يا ايوه. شاوي خدوا على الحجز. يا زلمه صغيره. ساعة ما جيت وانت بتبصوا لي ليه؟ أنا ما عملتش جريمة، أنا ما نشلتش حد، لا، أنا اللي جابوني هنا غلط. إيه والله؟ فهمت الأولى والتانية لما هتقولي التالتة؟ اطلع بسجارة ما بشربوش.
طب ايه بتمنه؟ ايدك تقيله يا جدع. انت تقيله من حكيتي. انت مش عارف انت بتكلم مين. هكلم مين يعني؟ تطلع مين انت حضرتك؟ انا رامي جاشو، صاحب من صنوات البلد، مؤلف سينمائي، سيناريست. هو انت؟ يا نهار اسود. لا اقول لكم ايه؟ انا مش عارف. احسن ثلاثه والله العظيم ثلاثه حبسكم كلهم. ايوه هتشكل مدير الامن. استاذ رامي اتفضل يا باشا. لا ملوش لازمه. والله العظيم ثلاثة ما قتلته. قال لي فنان يا بيه، قال لي سيناريست، وكل اللي ذكرته حقيقي ولا ده عيد عني. بلاش خطب وحياة والدك واهدى. حاضر يا بيه، حاضر. ده تقرير مبدئي للطب الشرعي بيؤكد ان السيد المذكور دسوقي خليل مات باسفيكسيا الخنق، ولا توجد بالجثة اثر لجروح او كدمات تدل على وقوع اعتداء عليه او اي مقاومة من ناحيته. يعني الراجل مات منتحر. يا فندم مبدئ، قصدي سمير جه من وراه وخنق وبعدين شنق. هيجاوبه ازاي بس؟ نرجع للتخاريف دي تاني. والله العظيم ده انت ما بخرف. عندك دليل؟ غير اللي قلته ما عنديش. يبقى اتفضل، مع السلامة. يا بيه انا غلطان، ده لو قلت لي لسه هتحصل. امشي قبل ما افقد اعصابي. الله، انت مش هتسمعني ليه بقى؟ كلمة واحدة زيادة هوجه لك تهمة ازعاج السلطات وحرميك في الحج. لا لا حجز، لا حجز. شاوي. لا خليك يا شاوي، خلاص خلاص يا بيه. ده زوجي انتحر ومحدش جاتك، كل شيء تمام. امشي بقى يا بيه. تمشي وما اشوفش وشك تاني، مفهوم؟ مفهوم يا بيه، مفهوم مفهوم ونص. سلام عليكم. سلام يا مؤاخذة يا شباب، لا مؤاخذة، خليك مستريح اخويا، انا عارف الطريق. سلام عليكم يا بيه. أكيد الراجل ده مجنون، بس إصراره مش طبيعي. خلي عينك عليها شوي لحد ما يجي التقرير النهائي للطب الشرعي. مين عارف؟ كل شيء جاي. عامل إيه؟ وليه كمان تيجي لحد هنا برجلاكي؟ بقول لك إيه؟ تهديد أنا ما بتهددش، عنف أنا أعرف أدافع عن نفسي كويس، أحسن لك نسيب بالعقل. هو عاد فيها عادل. الله، ايه ده يا استاذ؟ ايه ده خالص؟ عيب كده يا استاذ رامي، انت راجل فنان والمفروض انك تبقى رقيق وحسيت. وانت المفروض يكون عندك ادب واخلاق، تتبالي عليا وتطلعيني كداب علي. طب ندخل جوه نتفاهم. مفيش بينا اي تفاهم. هو ايه الكلام؟ انت انا مفجوج منك. معلش يا عم حسني، خش انت ارتاح شويه. انا مش تعبان. معلش خش ارتاح يا اخي، خش بس. ما اعرفوش، ما شفتوش. احترم نفسك يا استاذ، فاكر ايه؟ انا مش حضرتك من متاهات البوليس، وبعدين انا كان لازم اعمل كده عشان لما واحد يتسجن التاني ينقذه. ايوه هتسجن وتري ماني في الحجز طبعا، ما انت عايزه جنازه وتشبعي فيها لط وكتبي يا صحاف. بس هدي خلقك، بس هدي خلقك، مش لازم يعني شيء. مش عايزك على زين. طب اوعى ما ارد على التليفون. ما تجيش على دلوقتي. الو، نعم، مين؟ ايوه انا رامي، مين بيتكلم؟ تعرفني كويس، انا بطل فيلمك الاخير ساعة الخطر. مش سمير، انا مجدي زي ما انت سميتني في الفيلم. اسمع مجدي، سواء كنت سمير ولا كنت مجدي فاني بحذرك. ايوه بحذرك، انت بتلعب بالنار ونهايتك هتكون اسوأ من النهايه المكتوبه في السيناريو. ايوه. ده بدل ما تشكرني على اني بنفذ لك الفيلم، بلاش العصبيه دي. اسمعني كويس، انا بقى اللي بحذرك، ما تحاولش تقف في طريقي لاني ناوي استمر للاخر. وانت عارف انا معايا ايه، لو حاولت تتدخل هاديك بقنبله. تنسفني. الو 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 سمعتي؟ سمعت. وبعدين هنعمل ايه؟ بتجمعي ليه؟ ايه هنعمل ليه؟ امال اسيبك في الظروف دي لوحدك؟ انت عايزه ايه مني بالظبط؟ افهم بس، دلوقتي المجرم بيهددك